فعلا، والمفروض نحمي أبنائنا أيضا من رفقاء السوء. والحين بنروح لجمعية بيت الخير اللي تنفق 81.5 مليون درهم على حملاتها الرمضانية، واللي استفاد منها 35500 أسرة وحالة. للمزيد مع ضيفنا الأستاذ سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير جمعية بيت الخير بدبي. هلا ومرحب فيك. يا أهلا وسهلا، نورتنا في استوديو 7 على 7. الله يسلمك ويبارك. خبرنا عن الحملات الرمضانية الخاصة بالجمعية أستاذ. والله الحملات الرمضانية نحن عادة نبدأ من رجب وشعبان ورمضان، وهذا الجمع اللي صار من المبالغ أكيد أسعدنا بها كل أهلنا وضيوفنا، يعني عبر الإمارات كلها، والحمد لله يعني طبعا غطينا الانفاق في هذه الأيام الفضيلة خاصة بشهر رمضان. ولكن الجمع بدأ أو الحملة بدأت في 3 شهور قبل رمضان. رمضان طبعا شهر معروف، يعني شهر الكل، يعني نحن نفخر بهذه الشعائر فيه، ونحاول أن كل الناس اللي معظمهم يزكون أو يصدقون تكون صدقاتهم أو زكاتهم في رمضان، يأجلونها إلى رمضان. التأجيل لعدة أهداف طبعا، منها يقول لك الأجر أكثر، يعني أساس الناس تتفاعل أكثر. هو شهر معروف، يعني شهر طبعا مميز عند الله عز وجل ومميز عند الناس والبشر، فهم يحاولون أن يسعدون هذه الفئات كلها، ومنها كذلك الفئة المواطنة والفئة المقيمة اللي هي تساوى مع الفئة المواطنة. نحن دائما يمكن فينا من العادات اللي نهتم بالضيف أكثر عن أنفسنا، وهذا طبعا منذ الأزل يعني، وليس شيء جديد على الإمارات. صحيح. طبعا التغطية تتم عن طريق الأفرع اللي موجودة في بيت الخير، في طبعا فرع دبي وفرع الفجيرة، فرع راس الخيمة وفرع عمان، وكذلك ندير أربع. ما شاء الله، مو بس في دبي. لا لا لا، نحن موزعين. نعم نعم، هذه بالنسبة لأفرع بيت الخير اللي شر ما قلت، أنا فرع دبي والفجيرة وراس الخيمة وعمان. نعم. ندير كذلك 4 مراكز هيئة المكتوم متواجدة في معظم مناطق دبي، موجودة في السيلي، في البرشة، وفي بردف، وفي حتى. نعم نعم. فطبعا احنا الحمد لله يعني اكملنا تقريبا 30 عام على مسيرة الجمعية. انفقت الجمعية ما يقارب او ما تقريبا يقارب على مليار وتقريبا نقدر نقول 500 مليون، يعني الانفاق الحمد لله التحصيل كان بقد الانفاق يعني اللي موجود، واسعدنا فيه هذه الناس اللي موجودين في الامارات ككل بتساوي ان شاء الله. ونحن دائما طبعا نشكر الدعم الذي نتلقاه من اعضاء المجلس الاعلى، حكام الامارات، و طبعا رئيس الدولة ونائبه، وكل الشيوخ اللي موجودين، وكذلك الفئة الثانية من صاحبات السمو، وكذلك من اللي هم المقيمين. نعم. حتى يشاركون في هذا الجانب، يعني التجار طبعا لهم دور كبير، ونحن شركاء أساسيين مع هيئة المكتوم الخيرية في هذا الانفاق. نعم. والحمد لله يعني الأمور ماشية على قدم وساق. يعني خبرنا عن المستفيدين من هذه الحملة اللي هي حملة بيت الخير. والله المستفيدين كثر الحمد لله، يعني في هذه الفترة يعني احنا تقريبا غطينا عدد كبير الحمد لله من الأسر التي مسجلة. المسجلين عندنا نحن في حدود يزيد على 550,000 أسرة. نعم. ولكن اللي نحن نتعامل معهم يمكن يكون شهريا في حدود 6,000 أسرة شهريا. نعم. لكن رمضان يتضاعف الوضع، يختلف يعني عما نحن عليه، يتضاعف إلى أضعاف مختلفة يعني. نعم. ولهذا السبب أن نحن دائما نحاول أن في رمضان
نغطي هذا الانفاق لإسعاد الناس به أكثر وأكثر يعني. نعم. من هالعيدي نعم. نعم أستاذ سعيد، خبرنا عن وجبات الإفطار وعن مكان الإفطار للجمعية، وين موجود؟ والله نحن والله أمركم تقريبا في 45 موقع. نعم. يتوسط الموقع الكبير صراحة اللي هو تقريبا في منطقة دبي في القصيصة 2. الخيمة هاي صراحة تشل 4000. نعم. 4000 شخص يفطرون. نعم. نحن طبعا في هذا الإفطار لا نميز بين الصائم وغير صائم لأن هاي منطقة عمال. صحيح. ونحن نقول طالما أن الكرم الإنسان اللي بيفتح بيته يفتح. نعم. للناس كلها. فغطينا الحمد لله يوميا يعني تغطية كاملة في مثل هذا الوضع، وأصبحنا حتى وصلنا إلى كل الإمارات منها خيام ومنها مساجد تقريبا. نعم. نوزع فيها. كذلك تقريبا عندنا خيمة في إمارة الفجيرة وتحتوي على تقريبا 1000 شخص، والحمد لله الأمور منتظمة. عندنا تقريبا من المطابخ ما يزيد على 20 مطبخ تقريبا يوزعون الطعام والأكل، يكون بشرط تكون لجودة معينة. وتم إبعاد بعض المطابخ الحقيقة عندما شكلت اللجنة، والإشراف موجود في كل الخيام هذه أو في كل المساجد اللي هن. الحمد لله. طبعا نحن ما نحب نزاحم أخواننا الآخرين، كذلك عندهم توزيعات. حلو المزاحمة على عمل الخير أستاذ سعيد. العمل الخير لكن ما يكون فيه نوع من الـ لا بد أن نرقى نحن في فعلا. الإمارات دائما نختار الشيء اللي هو الأسلم والأنظف والأحسن. صحيح. والتقديم ما يكون تقديم بهمجي، نحاول أن نقدم الشيء منظم. منظم نعم. نعم. هذه أستاذ سعيد، خبرنا عن المشاريع اللي قمتوا فيها في العيد من ضمن هذه الحملة. والله المشاريع اللي قمنا فيها في العيد طبعا كسوة العيد وزعناها على الأهالي اللي موجودين، وكذلك على الأيتام، وعندنا كذلك بالنسبة للعيدية لتسبق. نعم. العيد طبعا هذه المبالغ اللي توزع خاصة في رمضان هذه تعتبر كزكاة مخصصة لهذا الوضع لأجل نسعد الأهالي، لأن تعرفون عيد جاي يبغوا يفرحون أبنائهم ويفرحون أفراح أيتامنا. نعم. فنحن دائما نوزع يعني قبل العيد بفترة معينة. كنا زمان عندنا توزيعنا يختلف، كنا نوزع بعض الملابس نوزع بها، ولكن نحن سنويا كل سنة نقيم وضع الحملة ونحاول نتجنب الشيء اللي هي الناس ما تكون ترقبها أو ما تحب. نعم. يعني كان لكم دور ومساهمة أيضا في الحملة في إطلاق سراح العديد من السجناء المعسرين، صحيح؟ نعم. خبرنا. نعم. عن هذا الموضوع أكثر. والله هذا الموضوع تقريبا يعني أخذ يعني وضع صراحة جيد وفرح بالنسبة للأهالي عندما تم إطلاق السجناء من تقريبا كانت المبالغ متفاوتة، ولكن الفرحة كانت أكبر. نعم. يعني اليوم هذه المبالغ هي من مزكين ومن مصدقين. نعم. فنحن نحاول فرضنا إسعاد هذه الأسر قبل هذه قبل العيد يعني. نعم. وكان الموضوع وكانت الفرحة في حد منهم الحقيقة قبل العيد بيوم ويومين حاولنا أن نفك نطلق صراحهم يعني. نعم. لكل خلنا نقول مشروع أو حملة تي فكرة، هذه فكرة منو حملة بيت الخير؟ الحملة نحن يعني لو حملتنا نحن دائما متجددة. نعم. طبعا الجمعية صار لها الآن 30 عام فعلا. طبعا المؤسس معالي جمعة الماجد. نعم. ونائب خليفة جمعة النابودة، وهناك مجموعة من التجار اللي هم زملائهم معاهم في مجلس الإدارة حوالي 12، وقائمين طبعا بكل جهدهم لإعطاء الحملة هذه. طبعا هذه لناس أولهم تجار وفيهم ناس كانوا في الحكومة أصلا ووزراء ووكلاء وزارات، ويعني ناس يعني في المجتمع عارفين المجتمع من كل أساسياته. نعم. إن كان تاجر أو غيره. الشيء الثاني أنهم هم يسعدون في 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 إعطاء يعني معظمهم مانح يمكن بناية أو صرح معين حق بيت الخير لأجل تكملة الأمور الإدارية والإنفاق على بيت الخير. نعم.
بيت الخير ما عادت كالجمعيات العادية. اليوم نحن الكوادر اللي عندنا تقريبا وصلوا إلى حوالي 400، منهم مواطنين لهم حقوق، لهم تقاعد، لهم أوضاع معينة، وكل حد يعني تقريبا مصنف. هل هم متطوعين؟ نعم عندنا متطوعين، نعم، ونحن نسميهم بالداعمين عشان نختلف عن الناس اللي غير. وهذا الشيء موجود، في متطوع يتقاضى أجر وفي متطوع عادي، ولكن كلهم الحمد لله يعني من ضمن هذه الأربعة. نعم. الفكرة الثانية أو الميزة الأخرى في بيت الخير أن كل هذه المراكز أو الأفرع اللي أنا تكلمت عنها تدار بعنصر نسائي. ما شاء الله. نعم تدار بعنصر نسائي مؤهل، جامعيات لهن دور كبير، ونحن اخترنا هذا الاختيار لجل يقومون بخدمة هلهن. اليوم هذا فرعنا الموجود في الفجيرة موجود في دبا الفجيرة، اللي يدير الفرع بنفس البنطقة، يعني على أساس أن إيش نقول لهم دربناهم بحيث أنهم يكونوا خدمة لأهلهم، هم أكثر أعرف بهم وخدمة لأهلهم من ناحية هذه اللي موجودة. والبنات الموجودات سواء في حتى وجدنا كذلك شاغر لهذه البنات أن يكونن على في هذا العمل، وهن الحمد لله خريجات، معظم خريجات علم اجتماع، وحد منهم قد يكون عنده دبلومة، لكن كلن الحمد لله مؤهلات. وجمعية بيت الخير مستمرة في رفع المستوى في مثل هذا الأمر. طبعا أخونا الكبير واللي هو المدير العام عبد طاهر العوضي وأخواننا في الإدارة طبعا مو مقصرين في بذل الجهود. يعني أستاذ سعيد مبارك المزروعي نائب مدير جمعية بيت الخير بدبي، كل الشكر لك، وإن شاء الله يا رب تزيد الخير وكلكم كل التوفيق لكم في حملة بيت الخير، يا رب نشوفها بكل الإمارات. آمين. نحن ندعي لشيوخنا بالتوفيق إن شاء الله، ندعي لقادتنا بهذا التوفيق. نعم لولاهم نحن ما نستطيع أن نعمل حاجة الحقيقة. التقينا بصاحب السمو الشيخ حمد في قصره في رمضان، وكانت الابتسامة اللي تشوقنا أن نلتقي فيهم. نعم. وهكذا الله. شيوخنا علمونا صحيح. على الابتسامة واللقاء، وكانت لنا الخير. صورة معاه يعني تذكارية صحيح. وأسعدنا بحديثه وبذل الجهد وشجعنا، وهذا كم يسوى. ونحن في بلادنا تقريبا الموجودة، ما بنقول الثاني، لا في بلادنا فقط. يعني كل التوفيق لك أستاذ سعيد وللحملة.